صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في وعبر بروجرام على الموعد اون تايم. مشاهدينا اكيد اليوم 8 كانون الاول 2022، انا بتمنى لكم هنهار هيك يكون مبارك. اكيد بالرغم كل الصعوبات اللي عم نعيشها وخاصة الصعوبات الاقتصادية والنفسية وكل الصعوبات اللي عم تجي على لبنان، ولكن دايما بحب اذكركم انه هيدا الشهر هو شهر مبارك، شهر العطاء، شهر الإيمان، شهر المحبة، وخاصة أن نحن عم نحضر قلوبنا وعقولنا لنستقبل ملك المجد. قديه حلو هيدا الشهر يكون مفعم بالصلاة، وقديه هيك عم تلاقوا لبنان بالرغم من كل الصعوبات اللي عم يمرق فيها، ولكن عم تحسوا في أمل. بتشوفوا الناس بالمولات، بتشوفوها بالفستيفالات اللي عم بتصير، كلها هيك فيها أمل، فيها أمل ببكرة أنه يكون أفضل. وهيدا الشعب اللبناني أكيد اللي نحن معودين عليه. مشاهدينا اكيد نحن بهالاثناء عم نكون لايف على صفحتنا مريم تي في على الفيسبوك، واكيد فيكم تكونوا عم تشوفونا كمان على تلفزيون مريم تي في. اليوم انا وزميلتي تمارا محضرين لكم حلقه مميزه مثل العاده مع ضيوف مميزين وفقرات مميزه جدا. صباح الخير تمارا. صباح الخير ريتا لك ولكل مشاهدي مريم تي في اون تايم. اكيد انا بدي ادعيهم انه يكونوا عم ينضموا لنا اون فيسبوك مريم تي في لبنان، واكيد على صفحتنا على يوتيوب كمان، قناتنا على يوتيوب مريم تي في لبنان، وطبعا خلف الشاشه. الشاشه دائما بقول ريتا انه هي الاساس، اكيد فين يكونوا عم تابعونا ويحضرونا. ما ذكرت نحن هلا عم نعيش معنا العيد وأجواء العيد بالزينة، وتم امبارح إضاءة زينة ساحة ساسين، إضاءة شجرة ساحة ساسين بالأشرفية، فبتحس ريتا الأجواء بلشت تكون هيك ميلادية بامتياز. صحيح، بس الطقس ما عم بيكون بهيدي الأوضاع، لأنه بتحسي تمارا كمان الطقس يمكن جايين على شتي، لأنه عيد الميلاد كمان دايما نحن بنذكر هالشيء قد ايه حلو هيك بيعطي دفى الشتي مع عيد الميلاد. مثل ما قلتي يعني إضاءة شجرة الأشرفية كمان كان حدث كتير مهم. بتحسي كل البلدات تمارا كلهم هيك عم يتحضروا للعيد، عم بيكون في زينة حلوة، بتحسي انه هيك عم يتضاربوا بين بعضهم ليشوفوا اي زينة يمكن احلى. هيدا هو شهر الميلاد، بس اكيد ما لازم ننسى زينة قلوبنا يلي لازم تتزين بالإيمان، مثل ما دايما بنقول تمارا، بالحب وبالصلاة وبالمسامحة وبالعطاء كمان والعمل الخير بهالشهر. أكيد ريتا، بالنسبة للطقس يعني أنا بقول دايما لاحقين نوعا ما، بين لحظة وتاني بيتغير الطقس، لهيك نحن خلينا نشوف شو ناطرنا بحالة الطقس. مشاهدينا، الكتل الهوائية باردة نسبيا عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، اللي عم بتأدي بطبيعة الحال لطقس متقلب وممطر أحيانا، وبيستمر المطر حتى صباح يومنا صباح يوم الخميس، بحيث بيرجع بيستقر تدريجيا. معدل درجة الحرارة لشهر كانون الأول ببيروت على الساحل عم تتراوح بين 13 و 21 درجة. بالنسبة لطقسنا طقس يوم الخميس فهو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وعودة درجة الحرارة للارتفاع بشكل طفيف، وكمان يتوقع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة بالمناطق الشمالية صباحا، وبتنحصر هذه الأمطار تدريجيا خلال الفترة الصباحية، وبيتحول الطقس إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. دايما نتمنى السلام المروري للجميع ريتا على الطرقات، خاصة أنه للأسف دايما بيكون عندنا جرحى وقتلى بال24 ساعة الماضية من كل يوم، أكيد بسبب الطرقات وبسبب إذا فينا نقول عدم تطبيق قانون السير، بسبب عدم الإنارة كمان. صح، عدم الإنارة، وكمان كمان السائقين بلبنان بدهم شوية إرشادات، فلهيك دائما أنا بقول للسائقين انتبهوا على حالكم، لأنه نحن ما في عنا دولة تنتبه علينا، ما في عنا حدا ينتبه علينا، نحن بدنا ننتبه على بعضنا. صحيح، يعني قدي حلو بلشت بالتأس، إن شاء الله هيك اليوم بيكون تأس حلو، بالويك أند أكيد اللي جايين عليه كمان يستفيدوا عيال انه يظهروا يعملوا بروجرامات. تمارا بتعرفي من بعد ما كنا مع حالة التأس
احنا دايما هيك بنحب نتوقف مع صلاة. اليوم الصلاة من البابا فرانسيس، اكيد نعم ان شاء الله دايما ربنا بيعطيه الصحة ويطول بعمره. رح نقول الصلاة: يا عائلة الناصرة المقدسة، اليكم نوجه انظارنا اليوم بعجب وثقة، نتأمل فيكم جمال شركة الحب الحقيقي، ونوكل اليكم جميع عائلاتنا لكي تتجدد فيها عجائب النعمة. يا عائلة الناصرة المقدسة، مدرسة الإنجيل المقدس الجذابة، علمينا أن نقتدي بفضائلك من خلال انضباط روحي حكيم. أعطينا نقاوة النظرة لكي نتعرف على عمل العناية الإلهية في واقع الحياة اليومية. يا عائلة الناصرة المقدسة، حارسة سر الخلاص الأمينة، أنمي فينا تقدير الصمت، واجعلي عائلاتنا عليات صلاة وحواليها إلى كنائس بيتية صغيرة. جددي طوق القداسة، ادعمي جهد العمل والتربية النبيل وجهد الصلاة والفهم المتبادل والغفران. يا عائلة الناصرة المقدسة، أيقظي في مجتمعنا الوعي لطابع العائلة المقدسة والذي لا يجب تدنيسها، ذلك الخير الذي لا يثمن ولا يستبدل. فلتكن كل عائلة مسكن طيبة وسلام للأطفال، للمسنين، للمرضى وللفقراء والمعوزين. يسوع ومريم ويوسف، نصلي إليكم بثقة ونوكل ذواتنا إليكم بفرح. أمين. يعني تمارا دايما نحن منحب صلوات البابا فرانسيس، وعن جد نحن قديه هيك متشوقين لزيارته للبنان. يمكن هيك غرنا من بعض البلدان اللي راح عليها، ولكن البحرين فعلا يعني يا ريت اكيد بيكون له زياره قريبه للبنان هيك لحتى يزور هالارض المقدسه اللي كلها قديسين بلبنان. فهيك بلشنا بصلاه حلوه من صلواته. اكيد ريتا، نحن ما بدنا ننسى كمان، بدنا نقول امين للصلاه اللي صليتي لنا اياها، وما بدنا ننسى نبارك للمنتخب المغرب اللي فعلا كبر لنا قلوبنا بتاهله للربع النهائي بعد ما ربح على المنتخب الاسباني. ففعلا هيدا ربح حقيقي انا بعتبره، فاكيد بنقول لهم الف مبروك، وهو اول اذا فينا نقول فريق عربي بيتاهل على الربع النهائي من كاس العالم. فبنقول له الف مبروك وجود لك. هلا كمان رح يكون عنده مباراة ضد البرتغال. أكيد. هلا أنا نطرت منك تمارا، لأن قبل بحلقة قلت لك إنه البرازيل بدها تربح، نطرت تقولي لي مبروك، بس بعد لهلا ما قلتي لي مبروك. شو رح هلا تقوليها؟ أكيد أنا بقولها بروح رياضية. أكيد ألف مبروك، أكيد بس إحنا نحن ناطرين المباراة اللي جاية أكيد اللي رح تكونوا فيها برا. طبعا كمان لا أكيد رح جوا. ميرسي تمارا، بعرف روحك الرياضية وبرجع دايما بقول لك هارد لك للألمان. ريت الكأس السنة يعني يا الأرجنتين يا البرتغال، أكيد يا البرازيل، إحنا مو في البرازيل. نحن عم نحب نقول لكم اجواء المونديال لمشاهدينا، اكيد بما انه بعد في تقريبا الاسبوع او العشر ايام لنهائيات كاس العالم. هلا صار وقت نروح على المتفرقات. يعني تمارا مثل ما عودنا دايما المشاهدين هيك بنقي لهم اخبار حلوه طريفه. انا كثير بحب ابعد شوي عن الاخبار اللي من الواقع تمارا، لانه بتعرفي الشعب اللبناني وخاصه قد ايه عنده هموم. نعم، يعني قد ما الواحد بده يضل يحكي عن الهموم ما بيخلص عنا ببلادنا، هم ورا هم، بس دائما اللبناني اكيد عنده الروح الرياضيه والابتسامه دائما ما بتفارق وجهه. صحيح. وفي شغله دائما بحب اقولها ريتا، اللبناني مش بحب يتعايش مع الحياه، اللبناني بحب يعيش. فاكيد نحن يعني دائما بنجرب نبعد عن الواقع، بس اكيد بنخبركم قصص من الواقع، بس بنفس الوقت بنقول لهم اخبار فيها امل، نخبرهم ونثبت لهم دائما انه الامل موجود. نعم. يعني تمارا، افادت دراسه فنلنديه جديده انه العوامل النفسيه والاجتماعيه السلبيه المتراكمه بالطفوله مرتبط بسوء التعلم وضعف الذاكره بمنتصف العمر. واجريت الدراسه بجامعه توركو استنادا الى بيانات مركز
أبحاث السكان بفنلندا ووجدت أنه البيئة السلبية بالطفولة نفسيا واجتماعيا عم بتأثر سلبا على الوظائف المعرفية بمنتصف العمر. وبتمتاز الدراسة بطول المتابعة واتساع قاعدة البيانات، حيث استندت لبيانات كاملة عن 1191 شخص شملت مختلف العوامل الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والعاطفية، إلى جانب سلوكيات أبائهم ومحاولات التكيف الاجتماعي. يعني قديه تمارا بيلاحظوا انه عم يعملوا اذا بدك ربط بين قديه الشخص عم يتعب نفسيا او يكون عنده شيء باك جراوند نفسي، خاصه الطفوله، قديه هذا الشيء بياثر عليه بعدين بسوء التعلم وضعف الذاكره، لانه بيكون عايش ضغوطات نفسيه كثير بعائلته، يمكن بالمدرسه، يمكن بعائلته في مشاكل بالعائله. قديه الصحه النفسيه اللي دائما بنركز عليها كمان تمارا، وخاصه للاطفال، لانه ما بيعرفوا او ما بيدركوا انه كيف هيدا الضغط النفسي يقدروا يتشاركوا فيه او يخففوه ليقدروا يعيشوا حياة افضل. نعم صحيح، ريتا، ودراسة جدا مهمة اللي حكيتي عنها. صحيح ذكرت ان احنا دايما بنحب نجيب خليط من الاخبار، بيئة متنوعة مثل ما بنسميها، يعني احنا بنذكر قصص بتعطينا امل وما فينا نطلع من الواقع. لهيك صحيح نحن بثمانية الشهر، بس قضية المرفأ وقضية اهالي ضحايا المرفأ مفروض دايما تكون موجودة ومش مغيبة. لهيك نظم تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام البوابة رقم 3، حيث تم إطلاق حملة ما سموها بتصويب البوصلة عبر استهداف المتسببين الأساسيين بانفجار المرفأ، واللي تم تجاهلهم بالتحقيق عبر رفع صورهم والتنديد بهم. أكيد إحنا عم نشوف هالوقفة اللي قاموا فيها ريتا، يعني كمان الواحد بيقول الله يساعدهم، العالم بتنسى بتنسى. صار لنا تقريبا 3 سنين على انفجار المرفأ، بس الجرح ما بيوجع الا صاحبه مثل ما بيقولوا. يعني بتحسيهم حرام عم يعملوا كثير تحركات. نعم. بالنسبه لهيدا الموضوع، بس ما في رد، ما في جواب. يعني اليوم ببلاد برا تمارا حيلا جريمة بتنعمل يمكن بغضون 24 ساعة بيقدروا يعرفوا مين. نعم. يعني لهلأ لأنه يعرفوا شو السبب أنه تحت ماتوا هالقد أبرياء، يعني قدي مات بهالانفجار المشؤوم، قدي صار في ضحايا، والله يساعد المتضررين. صحيح، اللي موجودين تمارا لأنه هني بيتعذبوا، مثل أهلها لليليان شعيتوا كمان. يعني قدي جبارة هالمرة أنه عم تتعذب، وقدي الأشخاص اللي حواليها عم يتعذبوا. فعلا هيدا مأساة، ان شاء الله قريبا انه بتكون العدالة موجودة بيناتهم. يعني طب يكفي اهلها للارا الحايك كمان اللي بعدها بغيبوبة من 3 سنين تقريبا لحديت هلا، والاهل يعني اذا بتقعد بتحكي معهم، انا لانه كان عندي حديث مع والدتها، بتعطيكي هي امل قد ما عندها ايمان ومتمسكة وعندها قوة. يعني فهذا الشيء كمان مؤسف، بس بنفس الوقت بتحس الله دايما بيسلح دايما اولاده بالامل وبيسلحهم بالصلابه وبالقوه قد ما كانت المصيبه كبيره. صحيح. نعم. خاصه بهذا الشهر تمارا، قد ايه حلو العائله تجتمع، قد ايه في غصه بقلوبهم. نحن اكيد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره، وان شاء الله ربنا هيك ببلسم جراحهم يلي طالت 3 سنين وما رح تنتهي منهم. اكيد على امل. تمارا، خبر طريف شوي. نعم. ولكن اللبنانية إذا بيسمعوا عنه أكيد رح يزعلوا فيه. كشفت شبكة CNN أنه البيت الأبيض أنفق $500,000 على حفل عشاء رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. نعم. $500,000 تمارا، يعني منا كلمة بتتم أبدا. وأشارت أنه هالمبلغ بيشمل الأطباق باهظة السمن وزينة، بالإضافة إلى إيجار الأطباق. بوقت سابق أنه قائمة عشاء البيت الأبيض ضمنت BFMTV، وذكرت قناة BFMTV أنه كان في من كركند البحر والكافيار والرافيولي، وبتعرفي قديه رح يكون في أكل كتير طيب بهيدا العشاء. هلأ ما بينلاموا أكيد تمارا، لأنه يمكن دولة بالنسبة لهم $500,000 مشي، ولكن نحن كشعب
يمكن ال 500 ألف دولار عندنا يمكن بتسكر كذا دين بالدولة، حتى نرجع شوي نقلع بهذا الموضوع. بس تتخيلي تمارا أنه عشاء ممكن يكلف 500 ألف دولار؟ بيعطوا معاشات لموظفين إدارات الدولة اللي كلهم هلأ قايمين قيمتهم وعم يعملوا صحيح إضرابات، يعني بيسددونهم على القليل شوي. صحيح بس يعني نحن على أمل، دايما بنقول على أمل قد ما عنا مصايب بلبنان ريتا. ما بنخلص. أفضل. مثل ما بتعرف ريتا، نحن بأجواء الميلاد حاليا، وهلأ عنا عطلة كريسمس والنيو يير، لهيك حدد وزير التربية والتعليم العالي دكتور عباس الحلبي عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة عند الطوائف الأرمنية وعند كافة الطوائف بالثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والرسمية والخاصة. وجاء بالمذكرة بتعطل الثانويات ومدارس التعليم الأساسي، مش بس هيك كمان دور الأطفال والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة ابتداء من صباح يوم الجمعة ب 23/12 وحتى مساء يوم الأحد الواقع ب 8/1/2023. أكيد نحن نتمنى أعياد مجيدة للجميع، وهلأ فرصة بينبسطوا فيها الأطفال بس مش الأهل. مش الأهل أكيد. نعم. بيكونوا زعلانين الأهل، الأولاد بيكونوا كتير مبسوطين. نعم. هلأ تمارا هيدا الخبر لإليك. نعم. بدك تذكريني فيه. نعم. توقع كمبيوتر خارق بيعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية نتائج دور 16 من نهائيات كأس العالم 2022. نعم. بقطر. بعتقد هلأ رح تستحي أنت من التوقعات. ونجح الكمبيوتر بتوقع الفائز بأول مبارتين بدور 16 بالمونديال وهن هولندا والأرجنتين، وبنصف النهائي توقع الكمبيوتر فوز البرازيل على الأرجنتين وتأهلها للمباراة النهائية لملاقات فرنسا يلي رح تهزمها اسبانيا. اما بالنسبه للفائز بكاس العالم 2022، هيدي بدك تركزي عليها تمارا، فراح يكون رئيسو السامبا ويعيدون اللقب لامريكا الجنوبيه ويلي غاب عنا من مونديال 2002. انا قريته الخبر انت وبعرفه، بس انت بتعرفي دائما بكاس العالم بينشط، يعني يا بياخذوا في مفاجات جمال ليعطي النتيجه بحطوا له علمان اذا راح على هذا العالم يعني هو راح يربح، فاكيد انا ما بامن. وناطرين الجيمز، يعني هلا الجمعه في البرازيل رح تلعب والارجنتين كمان رح تلعب. انا الجمعه مش هون، رح اختفي لانه الاكيد اذا خسرنا ما رح اخلص، فاكيد رح اتذكرك. رح اتذكر اكيد تذكري اللايف الجاي، يعني عم نعمل. نعم. هيك شوي اجواء شوي مونديال. نعم. ريتا أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بالشراكة مع الجي اي زد حول العنف في القانون ضد النساء والفتيات بعنوان عدم تعديل القوانين للاعتراف بحقوقك هو عنف بحقك، مع هاشتاغ لا عنف القانون. ورح نشوف نحن وياكم مشاهدينا فيديو عن هذه الحملة ونرجع منكفي. حرمتوني من طفولتي، حرمتوني من حقوقي. عدم تعديل القوانين للاعتراف بحقوقك هو عنف بحقك، لا للعنف في القانون. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. نعم. بتسلط الحملة الضوء على الأحكام القانونية المشحفة والتمييزية بحقوق النساء والفتيات اللي للأسف ما زالت حتى اليوم دون تعديل أو إقرار، وكمان اللي بتقتضي تعديلها لحماية المرأة والاعتراف فيها كمواطنة أول شيء كاملة الحقوق. وبيندرج هذا الفيلم اللي كنا عم نشوفه، الفيلم التوعوي، بإطار مشروع نفذته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الجي اي زد وبتمويل من الحكومة الألمانية. نحن بنشكرهم أكيد الهيئة الوطنية، دايما عندهم حملات ودايما عندهم مؤتمرات ودايما عندهم مواقف فيما يخص كافة قضايا المرأة. أكيد دايما بنشكرهم تمارا. أنا بخبري الأخير معي، أكيد هلأ في ميزة جديدة بالواتساب، دايما تمارا عم بيكون في ميزات جديدة وعادة أنت بتزودينا بهول الميزات. رح يكون في أداة جديدة تسمى Message Yourself
او راسل نفسك. هذا شيء كثير حلو. كثير حلو يا تمارا، لانه وقت كنت عم بقريها حبيت انه اليوم بتعطي انت نوتيفيكيشن لك تما تنسي اشياء صح. يمكن متراكمه عليك، وهيدي الاداه رح تكون او هالميزه رح تكون على الاندرويد ولا ايفون كمان، وسيتم طرحها لجميع المستخدمين بالاسابيع المقبله، وبتساعد المستخدمين على تتبع قوائم المهام الخاصه فيهم وارسال الملاحظات والتذكيرات او قوائم التسوق لأنفسهم وفقا لتطبيق واتساب. ولاستخدام هالأداة أكيد لازم يفتحوا الواتساب ويعملوا إنشاء محادثة جديدة، أكيد في إلها مطرح معين تمارا. بكرة الواتساب دايما مثل ما بتعودنا بتبعت دايما على الستوري انه كيف كل الابديتس الجديده او كيف نقدر نستعملها، فبغضون اسابيع رح تنزل هيدي الابديت. انا ناطرتها صراحه حلوة. حتى بدي اقول اذا انا ماني غلطانه كانت موجوده قبل بالواتساب من زمان، كنت تقدري تفتحي تشات مع حالك تحكي مع حالك، ممكن كانت موجوده يا على الاندرويد او على هواتف الابل، بس انا بعتقد كانت موجوده وهلا رجعت جددتها شركه الواتساب. فاكيد دائما عندنا هيك تعديلات جديده فيما يخص عالم التكنولوجيا وعالم الماركتينج. ريتا، هلا وصلنا نحن لمعلومتك الطبيه اللي دائما بننطرها، فشو محضرتي لنا؟ يعني اليوم حضرتلك هيك منا كثير معلومه طبيه مثل ما بيقولوا عن مرض معين، ولكن هذا المرض ما فينا نستهوين فيه. هو اليوم رح نحكي عن الغيره المرضيه. هذا موجوده موجوده رح نحكي عنها اكيد بفقره معلومه طبيه. تعرفي تمارا، في بالحياة في نوعين من الغيرة. الغيرة نحن اليوم رح نحكي أكثر، نسلط الضوء على الغيرة المرضية، ولكن نوعين من الغيرة. هي الغيرة الطبيعية اللي بتصير بين شخصين، يمكن اليوم تمارا أنت شفت شيء حلو عندي أو أنا زيت شيء بجي بقلك منين جايبتي، أو نحكي بطريقة كتير يعني فرندلي أو كأخوات، يعني ما منا مزعجة هيدي الغيرة. ولكن في غيرة مرضية تمارا، هيدي الغيرة المرضية الشخص اللي بيغار منك لحد إذا بدي بيوصل لمرحلة الكره تجاهك. يعني شو ما عملت تجاهه، شو ما قدمتي له، ما بيحبك. يعني لو عملت المستحيل لحتى تراضيه، لحتى تكوني موجودة حده، يمكن تجيبي له كادويات، يمكن تعمليه بأحسن طريقة، خلص ما بيقدر يتقبلك، بيرفضك على طول. هيدي غيرة مرضية، وهيدي للأسف تمارا هالغيرة بتعمل كتير مشاكل، إن كان بالكوبل أو إن كان بالأشخاص أصحاب بالعيلة. بتلاحظي أوقات يمكن أنت اليوم فتة على عيلة وفي أشخاص حواليك بيغاروا منك، يمكن لأنه معلمة، يمكن لأن تفهمي أكتر منهم، يمكن لأنه أجمل منهم، وأكيد كل هالصفات أنت موجودة فيك تمارا. فبتعمل هيدي الغيرة مرض عندهم، وللأسف بتعمل مشاكل. هالمشاكل بتحس أنه الشخص بيفتعلك مشكل بالقوة لحتى الكل اللي حواليك يكرهوك، أو هو بالأساس يمكن ما بيحب يشوفك أصلاً. يعني تخيلي قد ايه الغيرة المرضية تمارا مأذية. انا كنت اشوف كتير من الاشخاص عند الحكماء اللي هن بيهتموا بالنفسيات البسيكياتر قد ايه بيجوا بيكون في شر بعينيهم. يعني الغيرة المرضية ممكن تأدي تمارا انه تقتل الشخص الثاني. تقتله، يعني يمكن بيتمنوا الموت للشخص الثاني قد ما بيغاروا منه بهالطريقه، وما بيقدروا يحبوه. شو ما عملت ما بيقدروا يحبوه. انا اليوم حبيت ضوي عليها هيدي الشغله، لان تمارا بتلاقيها كتير موجودة، وخاصة بالشعب اللبناني كتير موجودة. أنا اليوم بحب ضوي عليها لأنه لازم يكون في غيرة بين الأشخاص، ولكن غيرة طيبة، يعني من غيرة صحية طيبة. مش مرضية. صحيح. مش مرضية لحتى ما تأذي الشخص وتأذي اللي حواليه، وخاصة كمان بهيدا الشهر تمارا. قديه حلو أنه نزرع الحب قلوبنا، وقديه هيدا الغيرة المرضية نجرب قد ما فينا بالصلاة وبهالشهر الحلو أنه نحولها لغيرة حلوة، غيرة طبيعية بين الأشخاص. وما تكون مرضية وتأذي الشخص نفسه، لأنه ما تتخيل الشخص اللي بغار هيدي الغيرة قديه بيكون عم يأذي نفسه بس هو منه عارف فيها. صحيح ريتا، أنت ذكرت شيء كتير مهم، أنه غيرة مرضية، فبالتالي صحيح. هي مرض. صحيح. ولازم الواحد يتعالج منها. وين المصيبة إذا كان الشخص نفسه مش عارف أنه هو مريض ولازم يتعالج، لأنه دائما في رفض. صحيح. فيما يخص الأمراض النفسية، أو رفض بالاعتراف بأنه هذا الشخص هو مريض ولازم له علاج. بالعكس، الشخص بيكون فكر حاله جدا طبيعي
الامور ماشيه بطريقه طبيعيه. انا بدي اشكرك ريتا انك سلطت الضوء على موضوع مهم، يعني حتى بيندرج تحت معلومتك الطبيه، لانه اكيد الصحه مش بس هي صحه جسديه، صحيح، انما كمان جسديه ونفسيه في ان معا، لانه بيكملوا بعضهم اكيد. وانا بحس كمان المرض النفسي اصعب من الجسدي، اصعب، صحيح، من المرض العضوي. فاكيد يعني المرض العضوي ممكن تلاقي له دواء بيروح بعد كم، صحيح، شهر او قديش، بس المرض النفسي بحسه بيترك جرح، بيترك اثر وبيعمل خلل وصعب، بغير لك اسلوب حياتك. فدايما بيقولوا الصحه النفسيه اذا كانت منيحه لوحدك بتحسي بانتعاش، ولوحدك بتحسي بقوه جسديه. صحيح. فانا بدي اشكرك ريتا على المعلومه الطبيه، وهلا راح نروح على تيبس. الله معكم. حبيت خبركم كمان انه في عنا انواع تأمين كتار، منهم عنا تأمين السيارات. السيارات هو تأمينها بيحكي عن عقد متفق بين الشركة وصاحب هذا البوليصة يلي مأمن، يلي بتتوجب فيه الشركة بوقت الحادث دفع الأضرار الجسدية أو الأضرار يلي تكفلت فيها السيارة بالحوادث. عنا نوعين تأمين، عنا ضد الغير وعنا الشامل، واللي برافقهم أهم بوليصة وهي إجبارية هي الإلزامية. الإلزامية هي بوليصة إجبارية يلي يحمي حاله فيها يلي عم بسوق إذا خبص غيره يقدر يحكمه، يلي الدولة بتفرض علينا. بوليصة ضد الغير يلي بتحمي حالنا نحن وعم نسوق، وقت نفوت بغيرنا الشركة بتلتزم تصلح لا غيرنا، يعني بتصلح للسيارة المتضررة وليست للسيارة المؤمنة. الشامل عكسها، وقت الحادث الشركة بتلتزم تصلح لنا للسيارة المؤمنة وللسيارة حتى المتضررة. أكيد أسعارهم بتفرق، ضد الغير أرخص من كتير من الشامل، بس الشامل هي رياحة بال، عارف حالك مأمن ومريح بالك من سيارتك، حدا فات فيك انت فت بحدا، مغطى كوارث طبيعية، عملت حادث وبدك سيارة تانية من أبيك بسيارة أجار. ما حدا يسترخص ببوليس التأمين، التأمين هو تغطيات، هي رياحة بال وهي ثقافة. تأمين السيارات من أهم التأمين يلي عم نقطع بأيامنا. والتأمين الشامل بغطي في حال انسرقت السيارة، في حال صار في حريق، كمان هي كفرد بالبوليسة. الله معكم. أكيد نحن بدنا نشكرك ديزيري. مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية وقفتنا الصباحية، بس أكيد ما تروحوا لمحل، نحن مكفيين معكم أنا وزميلتي ريتا من هلا لساعتنا. شو برأيك؟